اهلا وسهلا فيكم اليوم على صفحة حيدر الالكترونيكس. اليوم بدنا ننقلكم خبر جيد وممتاز جدا من وزارة الاتصالات اللبنانية. هذا الخبر مفاده انه وزارة الاتصالات اللبنانية الغت الجمارك والرسوم على اي هاتف شخصي. يعني نحن مثلا بدنا نطلب تليفون من برا او نطلب هاتف من برا او محمول من برا بده يوصل على لبنان، قبل كنا ندفع الرسوم، كنا ندفع الجمارك. اليوم هيدا الشيء شو بيعني؟ بيعني كذا شغلة. أول نقطة، الشركات أو التجار يلي بدهم يطلبوا من برا بيقدر يحطوا، يمكن يقدر يحطوا الصفة الشخصية لاستعمال الأجهزة ويبيعوها بلبنان بأسعار رخيصة. أكيد هيدا الشيء لمصلحة المستهلك، هذا الشيء كتير ممتاز. يمكن يضر الوغل الكبار، يمكن سامسونج أبل أو غيره، ممكن نوعا ما، بس بالآخر هيدا لصالح المستهلك. أول نقطة. تاني نقطة، إذا أنت طالب تليفون من برا كنت تعاني من موضوع الإرسال، موضوع أن تحط الخط وما يمشي، موضوع الجمارك وهالأمور، هذه المعاناة بطلت موجودة. فالنقطة الثالثة يعني رجوع التليفونات الكوبي للأسواق، وهذا شيء طبيعي. النقطة الرابعة واللي كمان نقطة كتير مهمة، بآخر فترة قبل ما يصدروا قرار الجمرك، والأكيد قبل ما كان في جمرك وما كان في رسوم وهالأمور، عم نحكي نحن على التليفونات الشخصية، ما كان في لا جمرك ولا رسوم. يعني واحد بس يطلب جهاز، اي جهاز يجيبه شو ما كان، يحط الخط فيه ويمشي عادي، ما كان يدفع رسوم. اوكي، رجع لفترة طويلة نوعا ما لكم سنة صار في رسوم وصار في جمرك. للأوضاع اللي نحن فيه قرر انه ما عادش في لا رسوم ولا جمرك، يعني رجعنا للوضع القديم. الوضع القديم شو هو؟ للنقطة الرابعة اللي بدي احكيها، في تليفونات بتكون موجودة بأمريكا، هذه التليفونات بتكون من شركة سبرنت، فيرايزون، بعض الشركات اللي موجودة بأمريكا اللي بتمضي عقد معه وبتاخد التليفون بنص حقه أو شيء هيك، يعني من هيدا الدباجة يعني. فهذا التليفون بينتقل للبنان وبينعمل له أنلوك بلبنان، بتحط خطك فيه. الايفون 7 مثلا اللي حقه لنقول لنفترض شيء 500 دولار، بتشتريه بلبنان هذا التليفون بالذات اللي جايبينه، بتشتريه بحوالي ال 250 دولار او ال 200 دولار. هذا الشيء ما يعني انقطع، يعني كان موجود قبل. طبعا التليفونات هول بيجوا مفتحه، ما بيجوا بقلب علب، يعني بيجوا مفتحه اصليات، يا بكونوا ريفيرب يا بكونوا مثلا بامريكا في ناس بيطلبوا الجهاز ليجربوه وما بيعجبهم بردوه. اوكي، فبيرجع بلا علبه بطبيعه الحال. اوكي، فبيستلموا الشركات بيرجعوا ببيعوا، بيعملوا له اعاده بيع او شيء. المهم في خبريه معينه، انا مني ما بعرف تفصيلها بالضبط، بس عم بحكي اللي يعني تنقل او بعض المعلومات اللي وصلتني. بالنسبه لهول الاجهزه، هول الاجهزه بيصيروا تقريبا بنص حقهم، يعني ولا شيء. كمان هيدي النقطه لصالح المستهلك اكيد. ولزيدكم من الشعر بيت، وزاره الاتصالات اليوم بعتت تشريج، نحن منشرج مثلا كل شهر يلي هي ايام ودولارات ويونتات وهالامور، فعنا بالاشهر يعني منشرج ايام، يعني كل شهر بشهره منشرج مثلا او شهرين وحسب يعني اللي بده يشرج، بس مفروض هو كل شهر بشهره. اليوم وزارة الاتصالات قررت انه تعطي شهر مجاني للكل. انا وصلني شهر مجاني هلا عادي، بعض الناس اكيد يعني اغلب الناس ان كان على شبكة تاتش ولا الفا وصلن شهر مجاني، بالاضافة لانه اجاره اعلنت عن الكاباسيتي او الكوتا او الداتا يلي بيقدروا ياخدوها الناس يلي مشتركين بالانترنت عبر الخطوط الارضية من 40 جيجا المينيموم، من 40 جيجا حولوها ل 60 او 80 جيجا. اوكي، نحن عم نحكي بارقام مهولة. البعض بلبنان مثلا ما بيعرف قديش هول الاشخاص بيدفعوا على 40 جيجا، هول الاشخاص بيدفعوا حسب وزارة الاتصالات او حسب اجاره 24,000 ليرة، يعني ما تعادل على السعر الرسمي يلي هني بيطلعوا مثلا اقل من 20 دولار، يعني بيطلعوا حوالي مثلا لل 15 او 16 دولار اذا بدك تاخد 40 جيجا. هلا صرت ب 16 دولار بتاخد حوالي 60 او 80 جيجا بعدك بنفس السعر، بس الكوتا صارت اعلى بكتير، وهذا الشيء كتير ممتاز كمان بسبب الاوضاع يلي نحن موجودين فيها. بدي احكي الحقيقة انه وزارة الاتصالات عم تعمل شغل بهالفترة رهيب جدا 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 جدا، يعني عم بتخلينا نحن نرجع نشتري تليفونات. ما تنسوا شغلة، من وراء الاوضاع اللي نحن عم نعاني فيها بلبنان سوق التليفونات تقريبا بين وقف وبين خف كتير، يعني بين الجمارك صار واحد بده يجمرك، صار واحد بده يدفع رسوم وهالامور، هيدي هلا انتهت. فبكل صراحة بدي اقول انه وزارة الاتصالات اللبنانية عم تعمل شغل حاليا جبار ممتاز لصالح المواطن بشكل كتير ضخم وكتير كبير، وهذا الشيء يشكروا عليه. اكيد نحنا دايما منطالب انه تحسين سرعة الانترنت اللي نحنا نوعا ما منعاني منها. هلا اجاره المشتركين مع اجاره يمكن يكونوا اقل معاناة، بس المشتركين بكيبل يلي ما قادرين يمدوا خط ارضي عم بكون المعاناة نوعا ما اكبر. فاكيد نحنا منتمنى شغلتين، اول شغلة يلي هي السرعة، زيادة السرعة،
تاني نقطة أو تاني شغلة اللي هي موضوع الكوتا للتليفونات، يعني ممكن يوصل قريبا موضوع كوتا التليفونات. نحن اليوم بندفع حوالي 33 دولار بناخد 10 جيجا. نحن مثلا كتير منيح انه ندفع 33 دولار ناخد مثلا 30 جيجا او ناخد 40 جيجا. وبنهاية هذا الفيديو اعزائي المشاهدين، ما تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب لهذه القناة تكبر اكتر واكتر، لاذا في اشخاص بلبنان حابين تعرفوا او يعرفوا هن موضوع الوزارة شو قررت، بعتوا هذا الفيديو لقلهم خليهم يعرفوا بعض القرارات اللي طلعت فيها الوزارة وبعض التحليل اللي نحن قدمنا. انا بتشكركم لمشاهدة هذا الفيديو، والى اللقاء.